بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أهلا بكم أحباء قناة ترانيم جوهرة السماء. صلاة لمن هو في شدة أو ضيق أو مرض. أيها الإله الكلي القدرة، أب المراحم وإله كل تعزية، هلما إلى معونتي وانقذني من هذه الشدة الحاضرة. إني أؤمن يا رب أن كل تجربة تصادفنا في الحياة إنما تأتي بسماح منك، وإن كل شيء يعمل لخير الذين يحبونك. انزع مني يا رب كل خوف وقلق وحزن، وساعدني أن أواجه ضيقتي بإيمان وشجاعة وحكمة، لتكن لي هذه التجربة سبيلا للاقتراب منك أكثر فأكثر، لأنك أنت صخرتي وملجأي، تعزيتي ورجائي، فرحي وسروري. ليكن اسمك مباركا من الآن وإلى ظهر الداهرين آمين. ولإلهنا المجد الدائم أبديا آمين. سلام المسيح يكون معاكم.